بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال رحمه الله: ويبيت بها حتى يصبح ويصلي الصبح في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام وهو الجبل الذي في وسط مزدلفة، ووقف حوله واستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والاستغفار حتى يسفر جدا، ويقول: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ويكثر من الدعاء والتلبية حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن ببطين رحمه الله: ويبيت بها حتى يصبح، أي في المزدلفة، لأنه بات عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة بعدما صلى المغرب والعشاء، بات بها عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه صلى الوتر، لكن الأصل أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام الوتر كل ليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعض أصحابه، أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بالوتر في كل ليلة، وهذا عام في الحضر وفي السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع ركعتي الفجر والوتر في حضر ولا سفر، ولهذا جابر رضي الله عنه إنما أراد أن يذكر ما هو من شأنه في ذكر هذا الحديث، وهو ما يتعلق بنسكه. أما ما يتعلق بالوظائف الأخرى والأعمال موظفة في اليوم والليلة، هذه ليست مرادة في هذا الحديث، لهذا لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته. ولما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام سار من منى من المدينة المزدلفة، ثم بعد ذلك طوى ذكر ما وقع في سفره ولم يذكره، فذكر ما أمر به أصحابه حينما قدم مكة وأمرهم أن يتحللوا إلى آخر ما ذكر، ثم لم يذكر أيضا ما وقع منه في رجوعه عليه الصلاة والسلام وإيابه إلى المدينة، بل انتهى إلى ما ذكر رضي الله عنه من ذكر صلاته، من ذكر طوافه عليه الصلاة والسلام وصلاته، ومن ذكر طوافه طواف الوداع وشربه من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام. قال: وإن اقتصر، وإن كان هذا الشرب ماء زمزم هذا بعد طوافه ضحى، هذا بعد طوافه للإفاضة، بعد طوافه للإفاضة. قال: ويبيت بها حتى يصبح ويصلي الصبح في أول وقتها، لحديث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح حين بان له الفجر، يعني أول ما ظهر الصبح، ولهذا قال حين تبين الصبح، فبادر عليه الصلاة والسلام وسكت عن سنة الفجر وراتبة الفجر، لأنه كما تقدم معلوم أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أن يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان في حجته مع أصحابه متوافرين، كانوا متوافرين، كانوا مجتمعين متهيئين
فبادر إلى الصلاة في أول ما طلع الصبح. وكذلك جاء في حديث مسعود لما قال صلاتان حولت عن وقتهما، وذكر أنه صلى الفجر حين تبين أو أول ما طلع الفجر. ثم يأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة، هو المزدلفة، والمشعر الحرام أيضا هو الجبل الذي وقف عنده عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا المراد به المزدلفة، فيطلق المشعر الحرام ويراد به جميع المزدلفة، ويطلق المشعر الحرام ويراد به أيضا خصوص ذاك المكان الذي وقف عنده عليه الصلاة والسلام بعدما أصبح، بعدما أصبح عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر كما سيأتي إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف رحمه الله، ثم يأتي المشعر الحرام. وهذا وقع أيضا في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي بسند صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الصبح توجه إلى قزح فقال: هذا قزح وهذا الموقف. وقزح هو الجبل الذي في المزدلفة والذي وضع مكانه اليوم مسجد، قال: هذا قزح وهذا الموقف. وعرف والمزدلفة كلها موقف كما تقدم في حديث جابر وغيره، وعرفة كلها موقف، ومنى كذلك كلها يبيت بها الحجاج، وكل طرقها فجاج ومنحر. قال: وهو الجبل، يقال الجبل الذي في وسط المزدلفة، وقف حوله واستقبل القبلة ويكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر أنه وقف عند الجبل وجعل يكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام، لأنه ركب القصوى حتى وصل إلى المشعر الحرام واستقبل القبلة وجعل يدعو ويكبر الله ويهلله. قال: فدع الله وكبره وهلله ووحده. وكذلك حديث علي المتقدم أنه لما أصبح عليه الصلاة والسلام أتى إلى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهذا الموقف. والاستغفار حتى يسفر جدا، حتى يسفر جدا، المعنى أنه يثني عليه سبحانه وتعالى ويهلله ويكبره ويقرن هذا أيضا بأنواع من الدعوات، لأنه يناسب أن يدعو بعدما يثني عليه سبحانه وتعالى. حتى يسفر جدا، يعني حتى يصبح ويتبين الصبح وينفسح البصر انفساحا تاما قبل طلوع الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وقف حتى أسفر جدا. ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال بعدما أصبح في يوم النحر بعد الفجر وأسفر وظهر النور، وكان عثمان رضي الله عنه هو الإمام، فقال: إن يدفع الإمام الآن أصاب السنة. قال الراوي: فلا أدري أقوله أسرع أم دفع عثمان. دفع عثمان رضي الله عنه مع أنه كان بعيد عنه لا يسمع صوته، لكن وافق ما ذكر عثمان رضي الله عنه أنه دفع في هذا الوقت. وقول مسعود أصاب السنة دليل على أنه من المرفوع كما تقدم حديث جابر. كذلك في حديث عمر رضي الله عنه في البخاري أنه قال من طرواه من طريق أبي إسحاق عن عمرو قال: حدثنا عمرو ميمون قال: كنت مع عمر، يعني في الحج، فقال: فلما صلى الفجر قام فقال: إن المشركين لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس. ثلاثة أخبار صحيحة كلها دالة على مشروعية الدفع قبل طلوع الشمس. عند ابن ماجه زيادة: كيما نغير، وكانوا يدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال.
وكان بعضهم ممن يقف في عرفة من المشركين يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، مثل ما يفعلون في المزدلف. فخالفهم عليه الصلاة والسلام في الموقفين، خالفهم في عرفة فدفع بعد غروب الشمس، وخالفهم في المزدلفة فدفع قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. ويقول: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا ذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. هذا ذكره في المغني والشرح ولم يعزه لأحد، إنما هو من أدعية، ومثل هذا الدعاء وكذلك غيره من الأدعية تشرع عموما، لا يقال هذا الدعاء خاص، لا يقال إن هذا الدعاء خاص بهذا الموقف. فإن كان هذا المراد فهذا لا بأس، يدعو بما شاء. فالمشروع أن تذكره سبحانه وتعالى وأن تثني عليه، كما في قول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يعني كانوا يفيضون من عرفة، وكان أهل قريش لا يخرجون من الحرم، يقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم. وقول هنا أيضا والاستغفار كما في الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار والذكر والتهليل والتسبيح كله ثبتت به السنة، وهذه الأنواع جاءت في الكتاب والسنة. ويكثر من الدعاء، لأن هذا موطن دعاء كما هو موطن ذكر، لكن يكون دعاؤه دعاء المسألة بعد ثنائه عليه سبحانه وتعالى. نعم. ويكثر من الدعاء والتلبية حتى يسفر جدا كما تقدم. ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. نعم. ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ وادي محسر أسرع قدر رميه بحجر، ويلبي حتى يرمي جمرة العقبة، ويأخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من طريقه قبل أن يصل إلى منى، وقدر حصى الجمار مثل حصى الخذف أكبر من الحمص ودون البندق. نعم، بارك الله فيك. قال: ويكثر من الدعاء والتلبية حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس كما تقدم في حديث جابر، حديث مسعود، حديث عمر رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام دفع مثل دفعه من عرفة عليه السكينة والوقار، ويوصي الناس بذلك عليه الصلاة والسلام، وكان قد أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، ثم نزل أسامة وقال: وكنت في سباق قريش، وأردف الفضل وأردف الفضل معه من المزدلفة إلى الجمرة، مع أن أسامة أيضا كان معه لما سبق، كان عند جمرة العقبة، وكان يظله من الشمس هو بلال رضي الله عنه، كما في حديث أم الحصين رضي الله عنها. فإذا بلغ وادي محسر أسرع قدر رمية بحجر، قيل نحو من 300 ذراع، وهذا الوادي برزخ بين مزدلفة وبين منى، والنبي أسرع فيه عليه الصلاة والسلام. واختلف في علة الإسراع، فالله أعلم، لم يأتي شيء بين في هذا. قيل لأن هذا الوادي هو الذي نزل العذاب فيه على جيش الحبشة الذين جاءوا لهدم الكعبة، لكن صواب أنهم لم يدخلوا الحرم، وأنه الجيش هذا وما معه من القوم هلكوا قبل ذلك. وقيل لأن هذا المكان محل اجتماع قريش، كانوا يجتمعون فيه في الجاهلية ويذكرون فيه مفاخرهم وما هم عليه من أعمال في الجاهلية، فلهذا أسرع فيه
وكان عليه الصلاة والسلام يسرع في مثل هذه الأماكن ويتجاوزها عليه الصلاة والسلام، لأنها موطن للمشركين وما هم عليه من الشرك وما يتفاخرون به من أمور المحرمة. وقيل لأن الوادي هذا المر موضع يعني تغوص فيه أقدام الإبل، فلو أنه مشى مشيا خفيفا لشق ذلك، وربما غاصت الحوافر الخفاف في الرمل وفي التراب ويشق على الناس فيسرع عليه الصلاة والسلام لأجل هذا، فالله أعلم يعني بعلة ذلك لم يأتي شيء بين. والأصل أنه يكون الإسراع لأمر معتاد ما دام أنه وادي، إلا أن بعضهم رجح أنه لأنه يجتمع فيه كفار قريش ويذكرون فيه مآثرهم ومفاخرهم وما هم عليه من الشرك، فلأجل هذا حب عليه وهو كالعيد الذي يجتمعون فيه، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يسرع فيه. قيل هذا ذكره بعض المؤرخين، فالله أعلم. ويلبي حتى يرمي جمرة العقبة كما قال الفضل وأسامة، قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. واختلف العلماء في حتى رمى، هل ما بعد الغاية هل هو داخل فيها حتى رمى، هل ما بعد حتى داخل فيها أو ليس داخلا فيها؟ القاعدة أن ما كان للغاية فإنه لا يدخل فيه، ما يدخل فيه. هذا الموضع ورد في روايات، الرواية في الصحيحين قال حتى رمى جمرة العقبة، جاء عند ابن خزيمة قال حتى رمى الجمرة وحتى قطع التلبية مع آخر جمرة، مع آخر جمرة. قال ابن خزيمة هذا خبر صحيح مفسر. وابن خزيمة رحمه الله إمام له عناية بتفسير الروايات بعضها ببعض، وهذه طريقة الأئمة المتقدمين ابن خزيمة وبعده ابن عبد البر رحمه الله، والبيهقي رحمه الله له ذلك، وإن كان أيضا يقع في كلامه ما لا يوافق عليه مما يعني يأخذ بقول الشافعي وإن كان مخالفا للدليل، هذا يقع له رحمه الله. لكن طريقة كثير من أئمة رحمة الله عليهم هو تفسير الأخبار بالأخبار ورد الأخبار إلى الأخبار، لا رد الأخبار إلى أقوال العلماء وتفسيرها بأقوال يعني بالمذاهب، بل يفسر أدلة بالأدلة والمعاني الصحيحة، فإذا وافقت قولا من الأقوال كان هو الراجح. والحافظ الحجر اعتنى بهذا كثيرا رحمه الله في فتح الباري، فهو يفسر الروايات ويشرحها يشرح الحديث برواياته الأخرى، وهذه طريقة أئمة كبار. وابن القيم رحمه الله له عناية عظيمة حينما يحقق الأخبار، ترى له عناية عظيمة في جمع الروايات والأخبار، ويرد على أناس من الكبار ممن يقعون في خطأ فيما يرى رحمه الله، ويجعلون الحديث الواحد أحاديث وهو يرجع إلى خبر ومعنى واحد. فالجمهور يقولون إذا شرع في الرمي قطع التلبية، لأن الشروع في الرمي شروع في التحلل، كما أنه إذا شرع في الطواف للعمرة قطع التلبية، لأن الشروع في الطواف شروع في التحلل، كما روى الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا يقطع التلبية إذا ابتدأ في الطواف في طواف العمرة. هذا من طريق محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن التلبية تكون من مشعر إلى مشعر، فإذا نزل في مكان أو شرع في عمل مثل الطواف أو وقف في عمل من أعمال المناسك كالوقوف في عرفة أو مزدلفة، فهذا الموقف يكون فيه الذكر والدعاء كما تقدم في حديث جابر وغيره، لم يزل في الذكر يهلل ويدعو ويكبر عليه الصلاة والسلام.
ولا يلبي، إنما التلبية من الإجابة، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، وهذا لا يكون إلا حينما يكون يقصد إلى المشعر يمشي إليه. قال: ويأخذ حصى الجمار مزدلفة أو من طريق قبل أن يصل إلى منى. هذا ما وقع في خلاف كثير، لكن هم متفقون على أنه أخذه من مزدلفة، أخذه من طريق، أخذه من منى فلا بأس، إنما لا يتكلف في ذلك. فإذا كان نازل وهو يقول أنا سوف أسير إلى منى وأقف عند الجمرة، في هذه الحالة يأخذ من طريقه، يأخذ من مزدلفة قبل يمشي. وإن كان سوف ينزل في منى أو يصل إلى الجمرات ويأخذ من الحصى الذي تساقط عند الجمرة، لا بأس، لا بأس أن تأخذ من الحصى الذي يكون عند الجمرة. وفي حديث الفضل بن عباس أنه عند النسائي أنه قال: القط لجمرات غداة سيره إلى غداة النحر، قال القط لجمرات، أو قال نعم، أو قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بحصى الخذف التي يرمى بها، قال فلقدت له حصيات. هذا في حديث الفضل. في حديث ابن عباس أنه قال للفضل: القط لي حصيات، قط لي حصيات، فأخذهن في يده وجعل يهزهن عليه الصلاة والسلام، كما عند أحمد والنسائي بسند صحيح. ثم قال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي حديث عمرو بن الأحوص عن أمه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بمثل حصى الخذف التي يرمى بها. وهذا الحديث في سند ضعف، لكنه حسن لغيره بما تقدم من رواية الفضل ورواية ابن عباس. قال: وقد وحصى الخذف مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أكبر من حمص ودون البندق، يعني قريب من حبة الفول أو أقل منها، يعني حبة الفول المتوسطة ليست الكبيرة، فهو تقريب، ويكون من الحصى لا يكون من التراب ولا من المتحجر من الإسمنت نحوه على قول الجمهور، خلافا للأحناف الذين يقولون يجوز من جنس جميع الأرض، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ حصى وقال: أمثال هؤلاء فرموا، وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. فأول شيء يبدأ به رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس. والمرمى هو مجتمع الحصى، لا نفس الشاخص، يكبر مع كل حصى ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويقطع التلبية مع كل حصاة يرميها. قال رحمه الله أيضا: الدفع من المزدلفة، الدفع من المزدلفة كما دفع عليه الصلاة والسلام، أنه دفع حين أصبح أسفر جدا، وأذن للضعفة من النساء، كذلك الصبية الصغار، أن يدفعوا من آخر الليل. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان معه أهله وأولاده، فمنهم من يدفع من آخر الليل، فمنهم من يصل إلى منى عند الفجر، ومنهم من يصل قبل ذلك، ويخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن في أولئك. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن، أو أن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، لأنها كانت امرأة ثبطة، وقال ثبطة وثبطة أي ثقيلة. قالت عائشة: وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة. وفي لفظ أنها قالت: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان أحب إلي من مفروح به. كذلك أذن عليه الصلاة والسلام للثقل من أهله، كما في حديث ابن عباس الصحيحين أنه
عليه الصلاة والسلام أذن له أن يدفع مع الثقل من أهله، وكانوا يعني شبابا ناهزوا الاحتلام، وقال لهم أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وفي لفظ جعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا تر تصغير ابن لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. كذلك أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت وأذن لها عليه الصلاة والسلام، وثبت عند أبي داود بسند صحيح أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وركبت بعيرها ثم رمت الجمرة ثم ذهبت فطافت وأفاضت ثم رجعت رضي الله عنها إلى منى مع الفجر. وهذا لا شك عمل كثير قد يفهم منه أنها دفعت بعد نصف الليل، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر آذار، وهذا الشهر يستوي فيه الليل والنهار فعلى هذا يكون الليل طويلا هذا محتمل كما ذكر رحمه الله. وهذا أيضا ذكره غيره عن في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث كثيرة في الإذن للضعفة ومن يشق عليه التأخر خشية أن يوافق حطمة الناس وشدة الزحام، فله أن يدفع من جوف الليل، والجمهور على أنه يجوز أن يدفع بعد نصف الليل. قال الشيخ رحمه الله: فأول شيء يبدأ به رمي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، وهذا محل اتفاق من أهل العلم أنها ترمى بسبع حصيات، والنبي رماها بسبع واحدة بعد واحدة، والمعنى لو روى سبع حصيات جميع ماذا يكون حكم؟ لو رمى السبع جميع إيش يكون؟ واحدة يكون ماذا؟ واحدة، نعم يكون واحدة، لأن المقصود أن يرمي حجرا حجرا يكبر مع كل حجر مع كل حصاد، كما في صحيح مسلم حديث جابر بعد طلوع الشمس. ومن رخص له جاز له أن يرمي قبل طلوع الشمس، واختلف هل يجوز قبل الفجر أو يكون بعد الفجر أو يجوز بعد نصف الليل. حديث ابن عباس أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس هذا موضع خلاف، لأنه من رواية أيضا الحسن العرني عن عباس ومقطع، لكن له طرق أخرى، ولو ثبت حمله جمع من أهل العلم على الأكمل والأتم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة رخص للضعفة ولم يقل لا ترموا حتى تطلع الشمس فدل على أن الإذن في الدفع من الليل إذن في الرمي إذا دخلوا إلى منى. ثم أيضا من جهة المعنى، فالرمي رمي الجمرة هو تحية منى، والقاعدة أن التحية لا تؤخر، فلا يقال لمن دخل إلى منى من آخر الليل لا ترمي حتى تطلع الشمس أو بعد الفجر، بل يبادر إليها لأنها تحية منى. قال: والمرمى هو مجتمع الحصى لا نفس الشخص، وكان قبل ذلك ليس له سور وحوض، كان الجمرة إنما ينزل يرمى نفس هذا المكان، فلم يكن محوطا، ثم بعد ذلك وضع له حوض، وكان هذا الحوض واسعا منذ زمن طويل، فاستنكره بعض العلماء قديما، ثم هدم هذا الحوض وصغر حتى استقر على الحال الذي هو اليوم،
وهو في الجمرة الصغرى والوسطى يعني مستدير على الجمرة، أما في الجمرة الكبرى فإنها كانت في ذلك الوقت ترمى من أعلى الجبل، يجعل منى عن يساره، يجعل البيت عن يساره منى عن يمينه، هذا على الأكمل. والآن يرميها من حيث شاء، فإن جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه كان أفضل، كما في حديث ابن مسعود عند البخاري أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي يوجد عليه سورة البقرة. أما ما رواه الترمذي عن مسعود أنه استقبل القبلة هذا ضعيف، بل هو منكر، لأنه من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي، وهذا وقع له ضعف واختلاط، وهو أخو عبيد الله ابن عبد الله بن عبد مسعود الإمام الفقيه المشهور من الفقهاء السبعة أخوه، وكذلك أخوهم الآخر وهو ثقة إمام عون ابن عبد الله بن عتبة مسعود، وأضعفهم المسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة، فهم يشبهون أبناء عمر بن حفص بن عاصم الثلاثة، عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم، وكذلك عبد الله وعاصم، لكن هؤلاء الثلاثة واحد ثقة واثنان ضعيفان، أما هذا فهما اثنان ثقة واحد ضعيف. فالحديث الثابت في البخاري، في البخاري أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يكبر مع كل حصاة كما تقدم. قال: ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. هذا تقدم أنه يقال في الصفا والمروة، وأن الطبراني رواه في الأوسط في مجمع الأوسط وفي الدعاء عن ابن مسعود من رواية ليث بن أبي سليم، ورواه البيهقي موقوفا على ابن مسعود، كذلك رواه عن ابن عمر، وصحح البيهقي وقفه على ابن مسعود، صح وقفه. وبالجملة هو خبر ضعيف مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن مثل هذه الأدعية تقال في كل موطن، ولعل المصنف رحمه الله حينما ذكر هذا هنا وذكره قبل ذلك يدل على أنه قصد إلى ذلك، وأن الحاج يقول هذه الأدعية في هذه المواطن ولا يخص موطنا دون موطن، لضعف الحديث، ولأن بر الحج مطلوب، من حج فلم يرفث ونسخ رجع كيوم ولدته أمه، قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيطلب المسلم ويجتهد في أن يكون حجه مبرورا، ويقطع التلبية مع كل حصاة يرميها، ويقطع التلبية لعله مع أول حصاة. عندكم وش عندكم؟ ها؟ مع كل، يعني مو مستقيم هذا في الحقيقة، يعني مع أول الظاهر، ويقطع التلبية، يقطع التلبية مع أول، أما مع كل ما هو مناسب السياق، كيف مع كل حصاة يرميها؟ إذا قطع مع الأولى انتهى، كيف يقطع مع الثانية؟ فالأظهر والله أعلم ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها، يعني جمرة العقبة. ما هذا تقدم، تقدم في حديث الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هذا على قول الجمهور الذين قالوا يقطع مع أول حصاة يرميها. وسبق الإشارة لبيت بن خزيمة وأن قول لبعض أهل العلم، لكن هذه الرواية قد تكون معلولة والله أعلم، قد تكون معلولة، وأن القطع التلبية يكون مع أول حصاة. ثم أيضا هنا معنى آخر أيضا، إذا قيل أنه يستمر في التلبية كيف يجمع بين التلبية والتكبير؟ يعني قد لا يتيسر، كيف يقول لبيك اللهم لبيك الله أكبر؟ هذا محتمل، لكن هو مشغول ورمي الحصى متتالي، لا يمكن يكمل التلبية أبدا، لا
يعني شلون يرمي يبادر يرمي حصات خلف حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كيف يقول لبيك اللهم لبيك الله أكبر؟ يحتاج إلى أن ينتظر. فالأظهر والله أعلم أنه يقطع التلبية مع كل أول كل حصات، وأن تلك الرواية في ثبوتها نظر التي رواها ابن خزيمة رحمه الله. نعم. ثم يذبح إن كان عليه هدي واجب، ثم يحلق رأسه، والمرأة تقص شعرها قدر أنملة من أطراف شعرها، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الزيارة، وهذا ركن الحج. وإن أخر الطواف إلى الليل أو بعده فلا بأس. بارك الله فيك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ثم يذبح إن كان عليه هدي واجب، لأنه إذا رمى الجمرة فالسنة أن يحلق إن كان عليه هدي مفرد أو قارن. وكذلك أيضا لو كان معه هدي تطوع، إن كان أراد أن يتطوع بهدي، إنسان أراد أن يتطوع بهدي في مكة، مثلا أراد أن يذبح هدي تطوع فلا بأس. فإذا رمى الجمرة يذبح الهدي، لقوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. لكن لا يجب أن يؤخر حلق الرأس، لا يجب أن يؤخر حلق الرأس حتى يذبح، لأن الله عز وجل ما قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تنحروا الهدي، قال حتى يبلغ الهدي محلة. وهو إذا كان بمكة قد بلغ محلة، لقوله سبحانه وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وقال سبحانه: هديا بالغ الكعبة. فإذا بلغ الكعبة وبلغ البيت فقد بلغ المحل، فليس في الآية دليل على أنه لا ينحر، لا يحلق حتى ينحر. ولا نقول إن الحديث يصرف الآية من الوجوب الاستحباب، لا، لأن دلالتها على مسألة ومعنى آخر غير مسألة ذبح الهدي. ولهذا السنة أن يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق رأسه، أن يرمي الجمرة ثم بعد ذلك ثم يحلق رأسه ثم يرمي يحلق رأسه ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، رتب هذه الأمور الأربعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال: طفت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أذبح، ذبحت قبل أن نحرت، أو قال: ذبحت قبل أن أرمي. في حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر يقول: افعل ولا حرج، وفي لفظ: افعلوا ولا حرج. في حديث أسامة بن شريك: لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم فذاك الذي حرج وهلك، رواه ابو داود بإسناد صحيح. قال الشيخ رحمه الله: ثم يذبح إن كان عليه هدي واجب، ثم يحلق رأسه، وهذا هو الأفضل، وإن قصر فلا بأس كما تقدم، والمرأة تقص شعرها قدر أنملة من أطراف شعرها، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لما روى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام نهى أن تحلق المرأة رأسها، ولما روى أبو داود من حديث ابن عباس: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. حديثان يشهد أحدهما للآخر، ثم المعنى دال عليه وهذا هو المعروف، ولم يعرف ولم ينقل أن امرأة تحلق رأسها مع عهد النبي عليه السلام. ولأن الحلق في حق المرأة مثلة فلا يحسن أن تحلق رأسها، ولهذا كان في حقها أن تقصر من كل جديلة إن كان لها جدائل، أو أن تجمع الشعر خصل ثم تأخذ من رأس
كل خصلة من هذه الخصل مقدار الأنملة تجمعه ثم تقصه، فيكون أتى على غالب شعر الرأس، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. وهذا لما جاء في حديث ابن عباس وعائشة وأم سلمة، وهذه الحديث اختلف فيها، وهو أنه عليه السلام قال إذا رميتم وحلقتم، وفي لفظ إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء دون ذكر الحلق. وقع خلاف في هذه الأخبار، كثير من العلم ضعف رواية وحلقتم ورجح رواية إذا رميتم، وأن الحل يحصل برمي الجمرة، وهذا رجحه ابن قدامة رحمه الله، وهو قول عطاء ومالك رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله ما معناه إن هذا هو الصحيح، أو صرح بأنه هو الصحيح، وأنه بالرمي يحصل التحلل الأول. أما إذا قيل إن الحلقة تحلل من محظور، هذا لا إشكال، هذا قاله بعض أهل العلم، يعني مثل لبس الثياب. الصواب أن الحلقة نسك، الأدلة الصريحة في هذا، وفي القرآن وفي قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم مقصرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوا أو قصروا، ودعا للمحلقين ثلاثا مقصرين مرة، كل هذا يبين أنه نسك، وهذا هو الصواب أنه نسك. لكن هل يحصل التحلل الأول برمي الجمرة، أو لابد من فعل شيء ثاني مع رمي الجمرة؟ من الأدلة القوية في هذا الباب ما روى أحمد والنسائي بسند صحيح أنها قالت رضي الله عنه كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بيت، بعد أن يرمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة. الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة، حديث الصحيحين قد كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف البيت. هذا دليل للجمهور، حديث عائشة في الصحيحين دليل للجمهور، قد قبل أن يطوف البيت. ولا شك أن قولها قبل أن يطوف البيت كان بعد الرمي والحلق، رمى وحلق بل ونحر عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل للجمهور. لكن رواية النسائي قد تكون مفسرة لرواية عائشة، وهذه من طرق البيان لما قالت بعد أن يرمي جمرة العقبة، وهذه دلالة، هذا الحديث فيه دلالة لكن ليست نصا، محتملة ليست نصا، قولها بعد أن يرمي جمرة العقبة، هل يخرج من الحلق؟ الله أعلم. ولهذا من أخذ بهذا القول وتحلل بعد رمي جمرة العقبة هو قول جيد، وبعضهم جو رجح رواية رميتم على رواية رميتم وحلقتم، والحديث في هذا وقع فيها خلاف كثير كما تقدم. فإذا كان رمي الجمرة يحصل به التحلل، هنا مسألة، إذا طاف للإفاضة ولم يرمي ولم يحلق، هل يحصل به التحلل الأول؟ طاف للإفاضة ما يحصل، لماذا؟ لا، على القول بأن الرمي يحصل بالتحلل، إذا قلنا إن الرمي يحصل بالتحلل على القول الذي رجح جمع من العلم، هل يحصل التحلل لو إنسان نجد مثلا دفع المزدلفة ثم ذهب مباشرة إلى مكة وطاف ولم يحلق، هل يلبس ثيابه ويحلق؟ هذا واضح. لكن إذا قيل على الرواية الأخرى إن الرمي يحصل بالتحلل وحده، هل يحصل التحلل الأول بطواف الإفاضة؟ لماذا؟ تأملوا جزاكم الله خير. أنا أقول إذا قيل يحصل بالرمي وحده هل يحصل بطواف الإفاضة وحده؟ أيهما أقوى في الوجوب، الطواف ولا الرمي؟ الطواف ركن والرمي، فإذا حصل بالواجب إيش حصوله بماذا؟ بالركن باب أولى.
إذا حصل بالرمي فحصول بالركبة أولى. وبعض أهل قال لا يحصل ب، وإن حصل بالرمي فلا يحصل بالطواف، لأن العبادات مبنية في هذا الباب على التوقيف. لكن ليظهر والله أعلم أنه إذا قيل يحصل بالرمي، لأنه المقصود التحلل، والتحلل والشروع في التحلل بالطواف أشد من الشروع في التحلل من الرمي، ولهذا العمرة ليس فيها رمي، والشروع بالتحلل يكون بالشروع في الطواف. قال رحمه الله: وقد حلله كل شيء إلا النساء، يعني بعدما يفعل، بعدما يرمي ويحلق على قول الجمهور، إلا النساء الجماع، وكذلك عند الجمهور توابعه من التقبيل نحوه. وألحق الجمهور أيضا عقد النكاح، وذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أنه يجوز أن يعقد النكاح، يعقد النكاح بعد التحلل الأول، وهذا فيه مخرج ومخلص لمن يترك طواف الإفاضة، يترك مثلا السعي مثلا أو طواف الإفاضة، أو على قول الجمهور يطوف طواف الإفاضة ويكون على غير وضوء ثم يعقد عقد النكاح بعد التحلل الأول. في هذه الحالة يقال يصح على هذا القول، لكن لو سأل قبل أن يعقد لا نقول له عقد، إنما يقال له حينما يقع الأمر، مثل ما سبق أن المسائل قد يخفف فيها حين تكون نازلة، إذا كانت المسألة نازلة فلا نقول له عليك أن تجدد عقد النكاح، ربما يكون عليه مشقة ما دام وقع عقد النكاح بعد التحلل الأول، نقول يمتنع عليك هو الجماع، لا يجوز لك أن تجامع حتى يحصل التحلل الثاني. أما عقد النكاح في هذه الحالة فصحيح على هذا، لكن لو سأل قبل ذلك يريد أن يتزوج وقد بقي عليه التحلل الثاني، نقول عليك أن تكمل النسك الذي يحصل به التحلل الثاني حينما يسأل قبل ذلك. نعم. ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الزيارة، وهذا ركن الحج، وإن أخر الطواف إلى الليل أو بعده فلا بأس. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بعدما رمى الجمرة ثم بعد ذلك نحر هديه، ثم ونحر 63 بيده وسبعا، ونحر عليه 37، ثم بعد ذلك ذهب حلق عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى مكة فأطاف الإفاضة طواف الزيارة، وصلى الظهر بمكة على حديث جابر، وفي حديث ابن عمر صلى الظهر بميناء، ولا يمتنع أن يكون صلى الظهر بمكة ثم رجع وانتظره أصحابه فصلى بهم، أو أنه جاء إلى ميناء وهم يصلون فصلى معهم عليه الصلاة والسلام. وهذا ركن الحج لقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحابسة هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. فالطواف الإفاضة هو ركن الحج، وإن أخر الطواف إلى الليل أو بعده فلا بأس، لأن طواف الإفاضة يجوز في أيام التشريق لا بأس، وجوز الجمهور الطواف إلى آخر الحجة، وجوز أيضا أهل العلم تأخير الطواف بعد ذلك، لكن لا ينبغي أن يؤخره. وهم يقولون إن جميع الوقت وقت الطواف حتى ولو أخره مدة طويلة، وبعض العلم يقول إن أخره بعد شهر الحجة عليه دم، لكن لا دليل عليه، والواجب والمشروع له المبادرة إليه إن أمكنه، وإلا يجوز أن يؤخره مع طواف الوداع، طواف الوداع، ويطوف طوافا واحدا للإفاضة ويغنيه عن طواف الوداع. نعم.
ثم يسعى المتمتع بعد الطواف المذكور، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. وإن خاف الحاج من أجل ضيق الوقت ألا يمكنه التمتع، قرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعا ويقول لبيك عمرة وحجا. يقول رحمه الله: ثم يسعى متمتع بعد الطواف، يسعى المتمتع بعد الطواف المذكور، لأن على المتمتع سعيين وطوافين كما تقدم على قول الجمهور كما في حديث عائشة وابن عباس. ثم قد حل له كل شيء للنساء، حتى النساء، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، يعني بالطواف إن كان مفرد أو قارن وقد سعى قبل ذلك للحج، إن كان مفرد أو قد سعى قبل ذلك الحج، وبالسعي إن كان متمتع لأنه قد تم حجه وقد حل له كل شيء. وإن خاف الحاج من أجل ضيق الوقت ألا يمكنه التمتع قارن بين الحج والعمرة. لو قدم ملبيا بالعمرة يريد التمتع بالحج، فلما قدم إلى مكة ضاق الوقت عليه، ما يمكنه يطوف ويسعى ويتحلل، فإنه يخشى أن تفوته عرفة. كذلك أيضا على الصحيح لو قدم يوم عرفة، فالسنة في حق أن يذهب إلى عرفة ولا يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، فالسنة المبادرة إلى. لكن قد يقال أنه لو قدم مثلا لو قدم ضحا أن له أن يطوف ويسعى ويتحلل، والأظهر والله أعلم أنه في يوم عرفة يبادر بالتوجه إلى عرفة، وهذا أفضل من تأخره. لكن لو طاف وسعى وتحلل بعمره جاز عند الجمهور. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لما حاضت أن تدخل الحج عمرة فتكون قارنة، وهذا لأنها مضطرة إليها، فيحرم بهما جميعا. وإن خاف الحاج من أجل ضيق الوقت ألا يمكنه التمتع قرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعا ويقول لبيك عمرة وحجا. يعني هذا له حالان: حال الأول أن يكون عند الميقات يعلم أنه لا يمكنه أخذ العمرة وهو من نية يتمتع لكن تأخر، فعليه يلبي بالحج والعمرة عند الميقات، أو يكون لبى بالعمرة بنية التمتع ثم لما وصل إلى مكة حبس عن دخول مكة وتأخر، أو ضاق به الوقت لسبب من الأسباب. نقول في هذه الحالة عليك أن تدخل الحج العمرة لضيق الوقت ولأنه قد يترتب عليك فوات عرفة، تدخل الحج وتتجه إلى عرفة مباشرة، وله يدخل الحج ولو لم يكن محتاجا، يعني لا يشترط الخوف. لو إنسان يعني لبى بالعمرة يريد التمتع والوقت متسع متسع، ثم تراجع ذلك قال أريد أن أجعلها حجا، نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارنا ما دمت ما شرعت في الطواف، ما دمت ما شرعت في الطواف. في هذه الحال لك أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنا، فيحرم بهما جميعا ويقول لبيك عمرة وحجا. فإن قدم نعم فإن قدم مكة طاف طواف القدوم، فإن سعى بعده أجزأ سعيه ذلك عن سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ويبيت الحاج بمنى ليالي منى ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يجعلها عن يساره، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى فيدعو الله رافعا يديه مستقبل القبلة، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم قليلا فيدعو ويطيل في الدعاء مستقبل القبلة،
ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقيم عندها. ويستحب له إذا طاف وسعى أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه. فإذا أراد الخروج من مكة إلى أهله أتى البيت فطاف طواف الوداع. ويستحب له بعد ذلك أن يأتي الملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود، فيلصق به صدره وكفيه وذراعيه ويدعو الله عز وجل بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ومنه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى بلغتني بنعمتك بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى بي عن بيتك ورائي. فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني بالعافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن من قلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وإن أحب دعا بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج من المسجد ولا يشتغل بتجارة ولا غيرها. آخره، والحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: فإن قدم مكة طاف طواف القدوم، يعني هو الآن يذكر من قرن الحج بالعمرة. فإذا قدم مكة فطاف طواف القدوم، كذلك المفرد. فإن سعى بعد طواف القدوم، وطواف القدوم سنة عند الجمهور، أجزأه سعيه عن سعي الحج، ليس عليه إلا طواف الإفاضة. وهكذا فعل الذين أحلوا بعمرة، وهكذا فعل الذين يعني بقوا على من كان على إحرامه، ممن ساق الهدي مثلا، فإنه يطوف القدوم ثم يسعى. وكذلك أيضا في حكمه من أفرد الحج، فإنه يطوف القدوم وهو سنة ويسعى بعد ذلك. فإذا سعى سعي الحج قبل عرفة أجزأه عن سعي الحج، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ويبيت الحاج بمنى ليالي منى. وذلك أن المفرد والقارن يبقى على إحرامه، فلا يتحلل إلا يوم النحر، ويبقى إحرامه إلى جمرة العقبة يوم النحر، يعني التحلل الأول، ثم إذا أكمل أعمال حج تحلل التحلل الثاني. ويبيت الحاج بمنى ليالي منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، ولأنه كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أرخص للعباس أن يبيت مكة ليالي منى من أجل سقايته، والرخصة لا تكون إلا من أمر لازم. ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق بعد زوال الشمس، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رمى جمرة العقبة ضحى ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس. وفي حديث ابن عمر صحيح البخاري: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وكل هذا يبين أن الرمي لا يكون إلا بعد زوال الشمس. والأدلة في رمي الجمرة الزوال من أوضح الأدلة، فالرمي جاء فيه ما لم يأتي في غيره، والرمي بعد الزوال، وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. خالف الأحناف في اليوم الثالث من أيام التشريق، وقال به بعض الحنابلة في الرمي قبل الزوال، وهذه مسألة طويلة والأدلة فيها كثيرة، طول الكلام عليها،
لكن مختصر القول فيها أن الصواب أنه لا رمي إلا بعد الزوال، لا رمي إلا بعد الزوال، للأحاديث الصريحة في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان منزله بالخيف، وكانت الجمرة الصغرى بجواره، مع ذلك انتظر عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، وما خير بين أمرين اختار أيسرهما. فلو كان الرمي قبل الزوال جائز لرمى عليه الصلاة والسلام، وما وخفف ويسر، يعني إذا كان الرمي قبل الزوال أيسر للحاج. ثم هو عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لما زالت الشمس ما بادر إلى صلاة الظهر، رمى الجمرة كما هو ظاهر حديث عائشة وابن عباس وكذلك الحديث المتقدمة أنه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ومعلوم أن الصلاة صلى في أول وقتها أفضل، فلما زالت الشمس ووجد عملان الرمي وصلاة الظهر بدأ النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو مشتغل به وهو الحج، فبدأ برمي الجمرة. هذا يدل على أنه اجتمع في هذا الوقت واجبان، رمي الجمرة وصلاة الظهر، فبادر إلى الشيء الذي جاء من أجله وهو الحج ومنه الرمي. وإلا لو كان الرمي جائزا قبل الزوال لبادر إلى الرمي قبل الزوال حتى يبادر إلى الصلاة في أول وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة الصغرى ثم يسهل إلى جهة اليمين فيدعو دعاء طويلا، والجمرة الصغرى الوسطى كذلك، ثم الكبرى، ثم يرجع، وهذا يستغرق وقتا طويلا يلزم من تأخير الصلاة عن أول وقتها، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم أيضا التوقيت نتحين، يعني أن رقة الجمرة كأنه وقت مؤقت مثل الصلوات. ومن المتقرر عند أهل العلم أن ما حد بوقت لا مدخل فيه للقياس، بل هو تعبد لا يجوز الاجتهاد فيه وليس محلا للنظر. ويكفي دلالة الأخبار على هذا في التفريق بين رمي جمرة العقبة ورمي جمرة ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال. يبدأ بالجمرة الأولى فيرمي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، يجعلها عن يسار، يعني يذهب إلى جهة اليمين ويجعل الجمرة عن يساره، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى، فيدعو الله رافع يديه كما في صحيح البخاري عن ابن عمر مستقبل القبلة. ثم يأتي الجمرة الوسطى أيضا فيسهل إلى جهة اليسار ويجعل الجمرة عن يمينه، يعني يبتعد عن المرمى وعن الحصى، فيدعو ويطيل. ثم يذهب إلى الجمرة العقبة فيرمي سبع حصيات ولا يقف عندها. وذلك والله أعلم كما قال بعض العلم أن جمرة العقبة بمثابة الانصراف من الصلاة، والوسطى والصغرى والوسطى بمثابة العبادة في وسط الصلاة. ومعلوم أن الدعاء يكون في الصلاة وفي صلبها لا بعد الفراغ منها، ولهذا لما رمى جمرة العقبة لا ناسب الذكر لا الدعاء، مثل الإنسان إذا انصرف من صلاته المناسب الذكر، كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو بتلك الدعوات والأذكار بعد الصلوات كما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة. كذلك أيضا إذا رمى الجمرة الصغرى الوسطى فإنه يدعو، فإذا رمى الجمرة الكبرى فإنه يشتغل بالذكر، وهذا الوقت وقت تكبير وتهليل وتسبيح في جميع أيام التشريق إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر. قالوا يستحب له إذا طاف وسعى أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر من مكة فأتى إلى بني عبد المطلب وكانوا يسقون الماء، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، في حديث جابر عند مسلم، في حديث ابن عباس عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليهم وهم يسقون فقال إنكم على عمل صالح ولولا أن تغلبوا لنزعت لوضعت هذا على يعني الحبل على هذا على كتفه ولنزعت معكم. ثم قال اسقوني، فسقوه عليه الصلاة والسلام ماء من الماء الذي يسقون منه الناس. وروى أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، هذا من طريق عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف. وجاءت أخبار في هذا الباب في فضل ماء زمزم
وغالب الأخبار الواردة في هذا ضعيفة. ومن ذلك هذا الخبر خبر جابر بن عبد الله قواه بعضهم بشواهده، وثبت وجاء عند الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل جاءه: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: هل عملت بالسنة وكما قال رحمه الله؟ قال: وكيف؟ قال: تستقبل القبلة ثم تشرب وتتضلع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شرب ماء زمزم ما شرب له، إن شربته إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. وهذا الخبر أيضا فيه ضعف، وأصح ما ورد في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي طعام طعم، طعام طعم، يعني تغني عن الطعام والشراب، وعند الطيالسي بسند جيد: وشفاء سقم. قال أبو ذر رضي الله عنه: كان بقي في الحرم نحو من شهر، جاء أنه 18 ليلة، وجاء في رواية غير ذلك. قيل له: فما كان طعامك؟ قال: ماء زمزم. قال: فجعلت أشرب من ماء زمزم. كان مختفي من كفار قريش، ويأتي ويستمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وقصته مشهورة مطولة رضي الله عنه. قال: فشربت منها حتى تكسرت عكن بطني، يعني امتلأ شحم، وصار شحم عكنه، وهي مصافط البطن من أسفله، صار كالمصافط من كثرة الشحم الذي امتلأ بطنه، ولم يكن يزيد على ماء زمزم رضي الله عنه. فلا شك أن الشرب منه بهذه الأخبار مشروع عند جمع من أهل العلم، أنه مشروع. وجاء في رواية عند ابن ماجة سند أيضا في ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية ما بيننا وبين المنافقين ألا يتضلعون من ماء زمزم، ألا يتضلع من ماء زمزم، أو قال: لا يتضلعون من ماء زمزم، آية ما بين المنافقين. وأن التضلع منه في مخالف المنافقين، لكن الحديث لا يثبت، والثابت ما تقدم في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم كانوا يعتنون بشرب ماء زمزم، فشربه كثير منهم للعلم، وشرب بعضهم للعمل. هذا الخبر إن صح ظاهره العموم، ماء زمزم لما شرب، وماء اسم موصول، واسم موصول من صيغ العموم، يعني للذي شرب له، وبعضهم خصه، والأظهر هو الإطلاق، لأن لما شرب له. فإن ثبت هذا الخبر دال على هذا، وقد يدل على ثبوته أنه ثبت عن بعض الحفاظ أنهم عملوا به رحمة الله عليهم. وجاء رجل إلى ابن عيينة فقال له: إني شربت ماء زمزم لتحدثني 100 حديث. قال: اجلس. فحدثه 100 حديث إلى غير ذلك، لكن لا يشربه مجرب، إنما يشربه مع الإخلاص وصدق التوكل. فالذي يشربه للتجربة لا ينفعه، مثل الذي يقرأ القرآن ويتداوى بالقرآن يقول: نجرب القرآن، ليس مثل الدواء الذي تأكله أو تشربه، لا، القرآن تقرأه بصدق ويقين، فلا ينفع ولا يشفع لصاحبه إلا إذا كان صادقا. أما من قرأه مجربا هذا لا ينفعه، فالتداوي به من أعظم الدواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء ورحمة، فيقرأه بصدق وإخلاص يحصل به الشفاء والدواء من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب، وأعظم الأمراض أمراض القلوب. وكذلك أيضا ما جاءت به النصوص من الخبر عن بعض الأدوية هي من هذا الباب، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام
تعمل به يقينا وصدقا يحصل به الشفاء. قال رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة إلى أهله أتى البيت فطاف طواف الوداع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد البيت. عند أبي داود الطواف، وفي لفظ أمر الناس، كان الناس ينصرفون من كل وجه كحديث ابن عباس، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ويستحب له بعد ذلك أن يأتي الملتزم وهما بين الباب والحجر الأسود فيلصق به صدره وكفيه وذراعه. هذا ورد في أخبار مرفوعة من أشهر حديث عبد الرحمن بن صفوان برواية يزيد بن أبي زياد، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد وضعوا صدورهم وخدودهم فيما بين الركن إلى الباب. وروى أبو داود أيضا من رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه رأى النبي، وهو عبد الله بن عمرو، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وضع صدره ويديه ما فيما بين الركن إلى الباب، وذلك الموضع وهو ما بين الركن والباب وهو الملتزم. ورد حديث أيضا عند الطبراني عن ابن عباس أنه ما دعا فيه ذو عاهة إلا شفاه الله، والحديث أيضا في سند ضعف، والثابت في ذلك عن الصحابة صح عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر كما روه ابن أبي شيبة بسناد صحيح عنهم أن مجاهدا قال: رأيت ابن عمر وابن عمرو بن عباس يدعون عند الملتزم، يدعون عند الملتزم. وحديث عبد الرحمن صفوان وحديث عبد الله بن عمر يقوي أحدهما الآخر، فيزيد بن أبي زياد فيه ضعف مثل ابن الصباح، والضعيف يخشى من عدم ضبطه، لكن حينما يشهد أو يروي شخص آخر مثله أو قريب منه مثل ما روى فإن هذا يغلب على الظن أنه حفظ هذا الخبر، خاصة إذا كان الخبر ليس مجرد قول لكن عن واقعة أو عن حادثة مثل هذه الواقعة التي يكون ضبطها أتم. فلهذا قال أهل العلم إنه يشرع إن الملتزم نوع أو مكان مما يرجى فيه إجابة الدعاء، والصحيح أنه ليس خاصا بالوداع، بل ولم ينقل أنه عن السلف ولا عن النبي عليه السلام أنه يكون بعد الوداع. الشيخ ذكر هذا وذكره غيره أنه يكون بعد الوداع، والذي جاء في عهد النبي يعني والذي جاء في حديث عبد الرحمن وصفوان كما تقدم في حجة في فتح مكة، كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ليس خاص بالحج ولا بعد الوداع. فإذا جاء المعتمر أو الحاج أو غيرهما ولو لم يكن حاج من أهل مكة أو غير أهل مكة دخل الحرم في أي وقت والتزم فلا بأس بذلك، ولا يشترط أن يكون بعد الوداع، ولا ينبغي المبالغة في هذا. وحينما يلصق مثلا وجهه وذراعيه ليس لطلب البركة، إنما نوع استجارة، هذا نوع استجارة بالله عز وجل، وهذا موضع عظيم، وهذا ليس المقصود بالتمسح بالحجر وطلب البركة، إنما كالاستجارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ابن قطن: اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا بأستار الكعبة. وهذا كان معروفا الاستجارة، يأتي مثلا من عليه دم يتمسك بالكعبة وبحلق الكعبة فيعظم ذاك صاحب الدم هذا أمر فلا يتعرض له ما دام مستجيرا، ولم يقصد، يعلم أنه مطلوب ويعلم أنه يعلم الجاهلية أن الكعبة لا تقيه، إنما يستجير حتى يعظم من أراد أن يستوفي الدم منه فيمهله وربما يعفو. والمعنى أن يستجير برب البيت ويأتي إلى هذا البيت مثل ما يأتي يمسح الحجر، وليس المقصود التمسح طلب البركة منه، وأن تمسح الحجر اتباع. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الثابت بالنص عن النبي عليه السلام: إني لعنك حجر لا تضر ولا تنفع. فإذا كان هذا فيما ثبت عنه وفعله النبي عليه السلام، فالشيء الذي جاء وفي ثبوته نظر وخلاف من باب أولى، أنه ليس المقصود التمسح به، مع أن الذي ثبت بإسناد أصح من هذه الأخبار صح عن النبي عليه السلام هو أنه ألصق صدره ويده وخده داخل الكعبة لا خارج الكعبة، هذا هو الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام، كما روى أحمد والنسائي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة
فأمر بلالا فأجاف الباب. قال: ثم جلس عليه الصلاة والسلام يدعو ويحمد الله ويهلله. قال أسامة: ثم مال إلى ما بين يديه من الركن فألصق به وجهه وخده ويديه وجعل يذكر الله ويحمده ويهلله، ثم فعل بالبقية الأركان أو بكل الأركان كما فعل بالركن الأول. فهذا ثابت عنه، وهو من أصح ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل ذلك داخل الكعبة لا خارج الكعبة، هذا هو الثابت عنه. ونقل عن الصحابة كما تقدم بين الركن والباب، بين الركن والباب. ونقل عنه من هذين الخبرين اللذين سبق، حديث عبد الرحمن صفوان، حديث عبد الله بن عمرو، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن المقصود هو الاستجارة بالله عز وجل وسؤاله مع الثناء والدعاء في هذا المكان وهذا الموقف العظيم، فيجتهد في سؤاله سبحانه وتعالى والتذلل والانكسار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجيب دعوته. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضا، ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى ليلة ركعة كاملة عند الحجر الأسود. هذا أيضا قد يذكر في هذا، يعني يمكن أن يذكر هذا الأثر في هذه المسألة، وينظر هل ذكره أحد من أهل العلم عند الملتزم وهو مناسب. وهذا الخبر حضر الآن، والذي أذكر أنه عند المروزي رحمه الله في قيام الليل، محمد مصر المروزي، ورواه غيره أن رجلا من التابعين قال: لا أصلين الليلة إلى الحجر، عند الحجر، يعني أراد أن يسبق فلا يسبقه أحد صلي. قال: فبدرت فإذا رجل أمامي صليت، فلم يزل يصلي حتى ختم القرآن كله في ذلك الموضع. قال: فنظرت فإذا هو عثمان رضي الله عنه. فهذا أيضا فيما يظهر قد يستدل به في مثل هذا المقام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وغفر الله للشيخ ورحمه وأعلى درجته، وجعلنا وإياكم وإياه والدينا وأهلينا وإخواننا وأحبابنا وأصحابنا من المقبولين، وأن يتوب علينا وأن يرفع درجاتنا ويزكي أعمالنا، وأن يبارك لنا في أحوالنا، وأن يعافينا في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلينا وأموال أولادنا، ونجعل إياكم هداة مهتدين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.